جايين ان شاء الله اليوم هنا عندنا بطوله رمضانيه، هذا البطوله الاغلى بالنسبه لنا. يعني تدريب الملاكمه بيختلف عن اي تدريب لاي رياضه ثانيه. ليه؟ الملاكمه ديت لازم يكون في وفاء بين الملاكم والمدرب. شخصيه المدرب هي اللي بتبان على اللاعب في الحلقه، اذا كان جد ولا اذا كان مش جد. انا حياتي كلها ملاكمه، تعشت وتربيت ولعبت ملاكمه في البيت، في النادي، في المدرسه، في الدوام، حياتي كلها ملاكمه. انا حاس في كل ضربه الولد ياخذها لاعبي، انا حاس فيها، لان انا يوم من الايام كنت مكانه، يما يجيني على الزاويه في الدقيقه الراحه لازم اعطيه فيها نفس وماي ولازم اعطيه فيها تعليمات. انا عارف انه تعبان بس لازم يفوز. الملاكمين فرحانين بالجو الجميل اللي احنا فيه ده، لان جو رياضي. نستعد لليوم هذا، خاصة ان البطولة هذه مقامة بمهرجان ابو ظبي للرياضة في الكرنفال الرياضي اللي احنا فيه، يعني فبطولة صعبة واللي بيفوز فيها هو الاجدر.